الحق الثالث إخواننا مع المكان. هل يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام شركة نظافة، شرطة؟ لا، كل واحد عرف الذي له والذي عليه. محتاج إلى شركة نظافة، محتاج إلى أن أقول لهم إنسان لابد أن تحترم هذا المكان، أنت في المدرسة في الشارع، وقوف الدواب كيف كانت، لا يحتاج إلى مرور إلى تنظيم إلى كذا، كل واحد يعرف الذي له والذي عليه. بعض الناس يقول عن أهل الإسلام أنهم غير منظمين. المهم الكونغرس أو كذا صوروا ليلة 27 من رمضان المسجد الحرام، أمة ملايين، وقالوا لهم كم يحتاج هؤلاء إلى أن يترتبوا؟ الأول قال 3 أيام، 5 أيام، نحتاج إلى 5000 جندي وكذا وكذا وكذا. أقل واحد قال 6 ساعات. خرج الشيخ السديس وقيمة الصلاة، استووا كل واحد في مكانه، نظام، رب واحد، نبي واحد عليه الصلاة والسلام، دين واحد، قبلة واحدة، عقيدة واحدة، شريعة واحدة، نظام. لابد أن تعتز بانتمائك لهذا الدين، مسلم مطبق لشريعة الله، تصلي الصلوات المفروضة مع الجماعة، لا يحتاج أن يأتي إنسان ويقول لابد أن تفعل كذا وتترك كذا، قضاء. يقال والله أعلم أن عمر رضي الله عنه تولى القضاء في زمن أبي بكر رضي الله عنه، بعد سنة كاملة جاء عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر رضي الله عنهما وقال لم يأتي أحد، سنة كاملة لم يأتي أحد، لم يأتي أحد للقضاء. لماذا؟ خليفة أبو بكر رضي الله عنه، القاضي عمر رضي الله عنه مع الدرة، الرعية الصحابة رضوان الله عليهم، كل واحد يعرف الذي له والذي عليه. وبعض الناس يقول الحاكم وكذا ولا بد أن أطبق الشريعة، يا أخي طبقها أنت على نفسك أولا، وكما تكونون يولى عليكم.